أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما رأيكم في من يفتي بجواز الاشتراك في أسهم الشركات الجديدة بدعوى أننا لا نعلم حالها ولا نحرم إلا ما أحل الله أو ما ليس لنا علم به، ثم إذا تبين أمرها فإننا نحكم فيها، فهل ما يدعيه له وجه من الصحة؟ هذا تلبيس، حالها معلوم، لها أنظمة، ما يؤذن لها تفتح شركة ولا تعطى رخصة إلا بعد ما تقدم النظام، نظامها، وينظر في نظامها ويعرف هل هي شركة صحيحة أو لا. ولا يكفي نظامها، لأن قد تكتب نظام جيد وممتاز، لكن ينظر تعاملها أيضا، ينظر أمرا، أولا النظام، ثانيا التعامل والتطبيق. فاللي يقول إن الأصل فيها ما هو صحيح، ما هو بالأصل فيها كذا. نعم.